بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل شيت ليست، بروح لفيو واقول له من سكادول، بقول له اعمل لي شيت ليست، يقول لي ايه العناصر اللي كنت احطها. اقول له مثلا حط لي شيت نيم وشيت نمبر، بس ما بلاش اي حاجه هنا تقول لي الفيو اللي هنا السكيل بتاعه كام. تمام، يعني الخاصيه دي مش موجوده. تمام، طيب انا عايز اضيف خانه يبقى فيها السكيل. طيب اعمل ايه؟ هروح دلوقتي للسكادول دوت، هقول له ضيف لي خانه. الخانه دي عباره عن تكست عادي، وهنسميه مثلا سكيل فيو سكيل او شيت سكيل. شيت سكيل اقول له ان هو كومن، هقول له ان هو تكست عادي، احطه في الجروب اللي هو بتاع تكست. اوكي، بقى عندي حاجه هنا اسمها شيت سكيل. انا عايز بقى الشيت سكيل ده يقرا الفيو سكيل، فهعمل ايه؟ هاجي هنا على الادنس اقول له شغل لي الداينامو، بحيث ان انا ابدا ابرمج يبقى عندي في برامتر هيتحط في الخانه ديت. تمام، طيب هاجي هنا اقول له نيو، اقول له هنا من الريفت انا عايز سيلكشن كاتيجوري وال element of category، وخلي دي تبقى مانوال. هقول له هنا في الكاتيجوري هات لي الشيت، حطهولي في all element of category. طيب انا محتاج ان انا اخد خاصيه اللي هي خاصيه السكيل، فهاجي اقول له get parameter by name. على ايه هوت؟ get parameter by name ده الاليمنت بتاعي. عايز اقول له الاليمنت نيم اللي انا عايزه هو اسمه ايه اللي هو السكيل دوت. فاجي هنا هقول له انا عايز فود بلوك، وهكتب له هنا ان ده سكيل SCALE. طيب كده انا خدت الاليمنت دوت اهوت، اعمل له بقى سيت برامتر، يعني هظبط له برامتر معين. البرامتر نيم، هاجي اخد الكود دوت، كود بلوك ده اللي هربطه في البرامتر نيم، اقول له ده اسمه شيت سكيل. طيب ياخد القيمه بتاعته منين؟ هياخدها من هنا الفاليو. تمام، خلينا نروح للسكادول الشيت ليست اهوت، واقول له رن، الاقي ان هو خد القيمه اللي موجوده في السكيل وحطها في الشيت سكيل زي ما انت شايف. يعني دلوقتي لو انا رحت للشيت واخترت دوت وقلت له اكتف، وقلت له غيره لي لمثلا 1 لـ 500، وقلت له رن، ارجع تاني للسكادول الاقي ان هو بقى 1 لـ 500 وده بقى 1 لـ 100.